مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي مباشر كفر الشيخ في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. الزوج أنهى حياة زوجته أثناء قيام الليل وهي واقفة على سجادة الصلاة بتصلي فرض ربها، خنقها وأنهى حياتها قبل السحور بدقائق. هنعرف أكثر تفاصيل عن هذه الواقعة التي وقعت داخل قرية أبو طبل التابعة لمركز كفر الشيخ. هنشوف التفاصيل أكثر من الوصف. أنا بر فيك. إيه التفاصيل وإيه الموضوع؟ الجريمة البشعة اللي هذه الرأي العام في نهار رمضان. والله يا فندم الموضوع يعني كل مصدوم يعني من اللي حصل. ان بنت اخت اسمها هيام ديت كانت متجوزه واحد اسمه وليد، وليد ديت وكانوا صبره على عيشه معاه وحمد ربنا وخلفت منه جوز عيال، جوز صبيان وبنت، وعايشه معاه متهنيه يعني شويه كده وشويه كده. كيف فتره كده ديت حاله تقلب من حال لحال يعني فجاه كده. ما كان حافظ القران الاول، كان بيصلي بس وكان بيؤذي وكان ملتزم بالصلاه والعباده. فجاه كده حاله قلق، حاله قلق من ايه انا ما اعرفش او ما حدش يعرف. الصحبه السيئه اكيد. فطبعا هو كان يعني اكتر من مره كان بيشيلها مطوه تحت الست تحت المخده، مره يشيلها سكينه وبتروح يقول تعالى تيجي يوم يصعب عليه وكانت تروح معاه. اتكرر الموضوع حوالي 3 مرات لحد من حوالي اسبوع بالظبط قبل رمضان ب3 4 ايام. بعد كده النهارده فجاه النهارده بنسمعنا ان وهي بتصلي النهارده بعد السحور على طول بتصلي، دخل عليها قام خانقها من رقبتها من الخلف. خانقها وهي بتصلي؟ وهي بتصلي وخانقها من الخلف. اي جبروت ده؟ علشان ما تقاومش يعني. هو خانقها من الخلف عشان ما تقاومش. طبعا البنت الصغيره بنته شافت الواقعه نزلت بسرعه لجديه. الحق يا جدي الحق يا جدي، بابا بيخنق في مامته. كانت على ما طلعوا وخانقها من ورا وهي بتصلي. طلع الجد يشوف مرات ابنه لقاها مرقعه على الارض وميته. حاولوا يفوقوها يمين شمال ما فيش يعني بشاعه ما بعدها بشاعه. فطبعا هو مش طلع ينزل يجري في الشارع، ناس جابوه والناس بقى طبعا عرفت السهود اشتغل بقى زي ما انت عارف الريف، ودينا استشاعت ان البنت ماتت. المباحث جت ومسكته وهو مرمي في السجن دلوقتي. انا عرفت ان كان كان هو كان مشغل اغاني وتقريبا والله اعلم يعني بتقول له وطي صوت الاغاني شويه احنا في رمضان والساعه 2 بالليل، هل ده صحيح ولا لا؟ انا ما سمعتوش صراحه. تمام. انا ما سمعتوش. تمام. انا ما سمعتش دوت. تمام. بس هو الوقت كان في البدايه ملتزم، جاي فجاه كده والدنيا باظت معاه، ما تعرفش بقى مخدرات، ما تعرفش الدنيا فيها ايه، ما تعرفش. طيب الملابسات ما قبل الواقعه ممكن حضرتك تسردها؟ يعني مثلا كان هناك في بعض اخلافات كانت؟ لا 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 مفيش اي حاجه. لا لا اقصد ان هي كانت هو كان بتغضب يعني. هو الغضب كان نتيجه ان هو كانت خايفه منه، كان شايفه منه عين غدر. اما تقوم من النوم تبص تلاقي السكينه تحت المخده. فده كان الغضب بسبب الموضوع ده، كان خوف مش غضب. وكان خوف منه. اما اتكرر الموضوع مرتين ثلاثه وجي بقى كانت اخر مره دي. وضح ان الغضبان بلغه الفلاحين ان هي بتروح عند اهلها. اي ما هو من الناس اللي عارفه كلمه غضب يعني ايه. اللي ادعى ان زوج يعني وعشره يعني ايه انجب من زوجته وثلاث ابناء يخلص بحياته لحد النهارده ما حدش عارف. هل زي ما قال الاخ اصحاب السوق نتيجة مخدرات؟ محدش يعرف، بس مخدرات ما اعتقدش يعني. كلمنا عن هيام. الله هيام انا شايف الناس كلها بتشهد باخلاقها. والله انا لو كلمتك عن هيام ممكن تكون حضرتك دخلها وبيتكلم عنها. اسال اهل البلد. شهادتك مجروحه. يعني حضرتك اسال بتوع اهل البلد كلهم. ممكن انت تحضر معانا الجنازه او ما تحضرش، اسال الناس اللي في العامه اللي في الشارع. ادب الدنيا كله. وشايله معاه الحمل وشايله معاه المسؤوليه وشايله معاه مسؤوليه العيال. عايشه على الحلوه يعني. كانت بتروح تاخد من والدتها فلوس عشان تصرف على البيت. احنا من خلال وجودنا النهارده احنا عرفنا ان هي كانت
على اكمل وجه واستحملت كتير جدا يعني جدا. ان هي كانت زوجه صالحه وكانت مراعيه ربنا فيه لك جدا والله. عرفنا ان هو كان بيتعاطى المخدرات والشاب، وهل ده صحيح؟ لا ما اعتقدش، ما ما اعتقدش. الشائع في قريه ابو طبل لا رنا على اساس ان هي القريه فيها نسبه شباب بيتاجر، بس احنا ما عندنا، بس هو مكانش كان كويس. الشائع كان كده، بس هي افضل معلومه المؤكده لدى جهات التحقيق يعني. وكلمنا عن هيام بقى بصفه عامه يعني. الشائع بنت محترمه جدا والله يعني. العظيم بنت محترمه جدا وخجوله جدا، وما بتطلعش من بيتها يمكن في الشهر مره، ملتزمه ببيتها على طول، وصينا جثه وصينا اولادها يعني بمرضي الله زوجه من الدرجه الاولى. خنقها وهي بتقوم الليل، خنقها بتصلي، بتصلي وتنام ضغط عليها لحد ما ماتت. تلقيته خبر الوفاه ازاي؟ علي ان انتوا يعني لحضرتك ما زلت مش مدرك ولا حد مدرك ولا حد مدرك والله. انا لما دخلت شفتها دلوقتي في المشرحه، يخيل الي ان هي لسه عايشه. بنت صغيره يعني شاب، ما مش مصدق. لا 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 محدش مصدق خالص نهائي. سايبه اطفال عمرهم سعد بكر دوت عنده 10 شهور او اقل من 10 شهور، رضيع وبنت عندها سنتين ونص، اللي هي حضرت الواقعه، اللي هي شافت والولد عنده في ثالثه ابتدائي. ان لله وان اليه راجعون وحسبي الله ونعم الوكيل. حضرتك تصف القضيه دي ازاي؟ والله انا 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 اللي اقدر اقوله لك قسوة في منتهى الغباء يعني. هو كده خرب بيته يعني، دمر أسرة كاملة ومصيره السجن. يولع روح في السيوة تاخده. بس احنا بنتكلم على الأطفال دول، هيروح فين؟ مين اللي هيراعيهم طبعا؟ يعني والده الحالة المادية بتاعته لا تسمح، والدته الحالة المادية لا تسمح، يعني الأبناء هم الضحية. يعني الله يتيمة. هي أيوه يتيم يتيم الله يرحم. عرفنا ان حضرتك مربي هيام بنتي من دور بني، لان البيت فرع البيت من دور ابناني. ايوه هو تم القاء القبض عليه على طول في ساعتها. ساعتها تم القاء القبض عليه. الاجراءات بقى بعد انتهاء جهاز التحقيق من اللي موجود تدفن في مقابر الاسره في قريه ابو طب. عاوز يعني اخر كلمات او لقاء بينك وبين حضرتك مع هيام بنتك كان او اتصال يعني. انا هقولها هتوحشني ان انا ايام اثرت فينا كلنا بصراحه ربنا يعني. اخر لقاء معك ايام كان اسبوع كان قبل رمضان باسبوع. ما وثقتش بحاجه وقالت لك هي حاسه بحاجه؟ هي كانت كتومه جدا، حتى لما كانت في العز مشكله مع وسي ما كانتش بتحب تشتكي لحد حتى لوالدتها، بس والدتها كانت بتعرفها اكيد. الله يرحمها. الله يرحمها. والله دلوقتي يبقى بخير. الله يرحمها. الله يرحمها ويغفر لها ويتوب عليها ويسامحها. طول الفتره اللي كانت عايشه فيها مع زوجها كانت دايما بتشتكي لك ولا كانت تهمه الاسرار؟ لا ما بتشتكيش. لا ما بتشتكيش. كانت دايما يعني كانت كل فتره كانت بتشتكي لامها، وما تقول لي من النوع الحمول يعني. تقولي للزوج النهارده اخر حاجه معاك؟ اقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك. شاهدين متابعينا يعني مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي مباشر كفر الشيخ، يعني تابعنا كلام خال المجني عليها هيام محمد علي الكتامي لضحيه غدر الزوج. الزوج انهى حياتها بعد السحور وهي واقفه على سجاده الصلاه بتصلي. يمكن هيام بحسب كلام شقيقتها ان هي استحملت كتير علشان يعني زوجها، ويعني جات على نفسها كتير علشان الزوج وعلشان اولادها، وكانت دايما يمكن بحسب كلام شقيقتها كانت في خلاف مع والدتها، عشان كانت دايما بعد ما تغضب كانت يعني بيجي يتحايل عليها وكان بيصعب عليها وترجع تاني البيت. كانت دايما بتقول انا مش عايزه الناس يشمتوا فينا ويقولوا ان هيام ما عرفتش تعيش
تعيش، ما عرفتش يعني تفتح بيتها، ما عرفتش تحابي على أسرتها، فكانت دايما بتيجي على نفسها علشان خاطر يعني تفضل محافظة على البيت لآخر لحظة، إلى يعني لحظة الغدر التي جاءت من قبل الزوج. يمكن بنشاهد مع حضراتكم الآن انهيار الأسرة، يعني بنشوف الأم وكذلك الشقيقة في حالة انهيار، ومش يعني مش مصدقين الحاصل إلى الآن. يمكن الكل بيتحاكى يعني بأخلاقها وبسيرتها الطيبة. البقاء لله. مشاهدينا الأعزاء، سوف يعني نوفيكم إن شاء الله بكافة التفاصيل فور الانتهاء من جهات التحقيق.